وعامل شديد دخوغي، دخوغي يبحث عن التمرير، دخوغي بعيدة عن أبو بكر كوروما. لاحظوا العودة بالنسبة لمحور دفاع فريق النضر بركانيا، يعني فرو ابينغي بعدما أدخل حمزة الرجلي كمست متوسط بيدير أصبح الآن يعتمد عليه في المحور دفاع فريق النضر بركانيا. يعني بعد التغيير التحدث أتحدث هنا على مستوى الرسم التكتيكي على مستوى